أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، متوقع أنها تنشط خلال الأيام القادمة، وأيضا في فرص الأخبار فرص الأمطار ويانا اليوم راح تستمر حتى يوم الغد، وأيضا تقلب في اتجاه الرياح ملحوظ بين الحين والآخر شمالي شرقي، يرجع الكوس بعدها والكوس راح يستمر ويانا اليوم مباشر، بعدها يقلب إلى جنوبي غربي. فرص الأمطار راح تكون موجودة لكنها خفيفة متفرقة على بعض المناطق، وأيضا عبور السحب بين الحين والآخر أجواءنا غائمة جزئيا اليوم مباشر، حاليا أجواءنا صافية لكن عبور السحب راح يكون مستمر ويانا. درجة الحرارة حاليا 28 درجة مئوية والرطوبة النسبية 33، أغلبها على السواحل تكون ملحوظة لأن الرياح شمالية شرقية، الكوس راح يكون ملحوظ أكثر باشر، الرؤية الأفقية ممتازة أكثر من 10 كيلو متر. صور الأقمار الصناعية خلال 48 ساعة الماضية تبين عبور السحب اللي راح يستمر ويانا اليوم وباشر، وأجواءنا غدا بإذن الله راح تكون أيضا غائمة جزئية بفعل تأثير منخفض جوي راح يستمر امتداده وتأثيره ويانا خلال الأيام القادمة، ونشاط الرياح الجنوبية الغربية راح يعود مجددا أيضا وفرص الغبار، لكن بإذن الله الليلة أجواءنا مستقرة نسبيا، ورياح شمالية إلى شمالية شرقية تتحول الكوس تدريجيا، عبور للسحب موجود ويانا، فرص الأمطار موجودة اليوم ولكنها ضعيفة على بعض المناطق وتستمر حتى يوم الغد، ودرجات حرارة 20 في أغلب المناطق. يوم الغد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يستمر ويانا لعدة أيام، متوقع أن تصل العظمى باشر وتتراوح ما بين 30 إلى 35 درجة مئوية. البحر باشر راح يكون خفيف في معتدل الموج من 2 إلى 5 قدم، الفترة هذه من فترات الحمل، لكن ننصحكم دائما بمتابعة النشرات الجوية، لا نزال في فترة السرايات وتقلبات في الطقس واردة بين الحين والآخر، خطورتها تكون أكثر في البحر. المد الأول الساعة 12:05 صباحا، المد الثاني الساعة 12:29 الظهر، والجزر الأول الساعة 6:33 صباحا، والجزر الثاني الساعة 6:48 مساء. المواقيت بإذن الله أذان الفير راح يكون الساعة 4:05، والشروق الساعة 5:27، والمغرب الساعة 6:12. أما الطقس المتوقع خلال الأيام الأربعة القادمة بإذن الله، الرياح راح تكون شمالية شرقية، يرجع الكوس بعدها ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، هناك نشاط ملحوظ في يومي الخميس والجمعة، ننصحكم بتأجيل أي نشاط بحري. فرص الغبار مع قلبة الهواء إلى الجنوبي الغربي. أعزائي المشاهدين، عدم استقرار في اتجاه الرياح ولا نزال في فترة السرايات، نتمنى منكم متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر من أجل سلامتكم. نشرة جوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم.